بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدنا الكريم، أهلا بحضرتك في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الفقه وحياة، وهو يوم رمضاني جديد مبارك. نسأل الله تعالى من خلاله أن يتقبل أعمالنا وصيامنا ويستجيب دعواتنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، لأنه أحيانا الرد يكون بمصيبة لا سمح الله. الإنسان اللي يظل ينحرف 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 حتى يرجع للطريق تجي صفحة قوية. بعض الناس لا، الرجوع إلى طريق الله تعالى يأتي بوخزة ضمير من الداخل بسيطة. فنسأل الله أن يلطف بنا في العودة إلى طريقه دائما. اللهم عاملنا بألطف لطفك يا رب. معنا في الاستوديو كالمعتاد وما أجمله من اعتياد ضيفنا الكريم سماحة السيد رشيد الحسيني، الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. حياكم الله سماحة السيد وأهلا بكم. سلمكم الله تعالى، حياكم الله، تقبل الله أعمالكم منا ومنكم إن شاء الله. سيدنا الكريم، قبل الدخول إلى الآية، هل من تعليق على الإرجاع إلى طريق الله تعالى بالتي هي أحسن؟ سيد، بلا إشكال، نحن مدعوون لذلك، على أنه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى يمكن إنسان أن يقوم بالنصيحة المؤثرة. وإلا قضية الفظاظة والعنف، هذه حتى لا يقبلها الله على أنبيائه. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فقضية الأسلوب جدا مهم، والنصيحة بالسر وعدم التشهير وعدم التصغير، هذه أساليب مهمة دعوية في نشر دعوة الإسلام وجلب الناس إلى الدين. أحسنتم سيدنا الكريم. ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الآية التي مضمونها: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. تفضلوا سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال، الآية أو الآيتان أو الثلاثة والأربع آيات تتعرض إلى ظاهرة خطيرة جدا في المجتمع، ظاهرة النميمة، ظاهرة الإفساد ما بين المؤمنين. نعم. ومشكلة النمام، النمام يعني كثير النميمة، والنميمة بمعنى أنه أنا أنقل كلام من أحد وإلى أحد آخر في سوء. واحد ينقل كلام جيد للآخرين لا بأس، ولكن أن يذكر كلام أنه فلان سبك، فلان شتمك، فلان قال عنك كذا، فلان انتقدك، هذا النوع من المشي بين الناس بالنميمة والكلام الغلط، هذه من أفدح مظاهر الاجتماعية التي تؤدي إلى تفكيك المجتمع. والله سبحانه وتعالى جدا حساس في هذه القضية. والمشكلة وين؟ المشكلة وين جناب الأستاذ مرتضى؟ الله يحفظك. المشكلة على أنه الذين يستمعون النميمة يقبلون النمام، يعني يتأثر به ويرتب على كلامه إجراءات ويتفاعل. لذلك القرآن يقول ولا تطع، لا تطع، يعني لو نحن حاولنا أن النمام نطرده، النمام أصلا تسد بابنا. نعم. أخي فلان لا يدخل عليه، خلاص، من نمى لك نمى عليك. أحسنتم. هذا يوم اللي يحكي على يحكي عن الآخرين إلي، راح يحكي للآخرين عني. وليش أنا في واقع الحال أجعل فد وسيلة حسب تعبيرنا مرضية ووباء بيني وبين أصدقائي؟ على أي أساس؟ القرآن كان يقول لا تطع، لا تطع. هذا الشخص اللي يجي يقول سمعت السيد يقول عنك كذا، ما أدري والله أنا شو، أنا ما أتوقعها، يعني بطريقة نصيحة، بطريقة محروق قلب حسب تعبيرنا، بطريقة على أنه أنا والله هواي متأذي. ليش متأذي؟ لا والله أمس اليوم بارحة ما سحرت. ليش؟ شنو صاير؟ لا تركه عادي. يبدأون بطريقة أو بأخرى على أنه أنا لا عيف هيك، وهذا يبدأ يلح. شنو؟ أقول على أساس لا فلان قال عنك فلان شيء، وأنا
هو يدي يقول الحكاية. نعم. يريد أن يقول هذه، فبطريقة الطرف الآخر يؤخذ به ويحاول أن شنو يتأثر. أمراض هاي سيدي. أحسنتم. لا، القرآن يقول بابا أنتوا أغلقوا الباب، لا تسمعوهم، لا تسمعوهم. فلو كل إنسان، رسالة القرآن، لو كل إنسان يقرر أن لا يسمع لمن ينقل عن الغير، شقد جميل. السياسيون، الاقتصاديون، العلماء، العوائل، النساء، إن قرر أن واحد يحكي عن فلان شقال لا نسمعه، صدقوني أعتقد لا يقل عن 70% من مشاكلنا الاجتماعية والسياسية أيضا تخف. تخف، لأن المشكلة هي النميمة، وهذا مرض اجتماعي عضال، وهدفه التفكيك، يعني تفكيك المجتمع. اجى واحد الى احد الاعلام، انا مو ببالي اسمه، اجى قال له مولاي فلان يقول عنك هكذا. شوف جواب ايش قد لطيف، انا عجبني جواب العالم. نعم. قال فلان يقول عنك كذا، قال الشيطان ما شاف غيرك. لطيف. ألم يرى الشيطان غيرك لينقل لي الخبر؟ إيش قال؟ حلو، يعني ضربه صفعة زين في وجهه على أنه بعد لا تنقل. نعم. لو كل واحد من عندنا هالشكل، أنه ها شنو صار جند الشيطان أو من أولياء الشيطان. فالمشكلة وين؟ المشكلة هؤلاء يأتون ويحلفون لك ويزيدون في حلفهم، وشكل ولا تطع كل حلاف مهين. والله والعباس والحسين والكذا والقرآن، أنا لو ما أحبك كذا، وهو مهين. مهين يعني حقير، من الإهانة. المهين بمعنى الحقير، وخلق الإنسان من ماء مهين. ماء مهين يعني المني الحقير، غير عليه حال، غير المحبب. ولا تطع كل حلاف مهين هماز. هماز يا إخوان هنا بمعنى كثير الغيبة. نعم. يهمز ويغمز ويلمز، همز واللمز بمعنى الغيبة. بس غيبة بمن؟ غيبة قد لا تكون صريحة. نعم. غيبة بالإشارات والإيماءات. هماز كثير الهمز، لأنه على وزن فعال. فعال. نعم. يعني كثير الفعل. هماز مشاء بنميم. مشاء يعني يمشي بين الناس بمن؟ بالنميمة. بالنميمة. أيها الأحبة، أيها الأحبة، أيها الأصدقاء، كثير من المسائل اللي توصلني من مشاكل العائلية، أخوات يتصلن مشاكلهم بين الزوجين، وما أدري أولادي يتصلون مشاكل بين العوائل، العشائر يتصلون، أنهم لما ندخل في صلب مشاكلهم الحقيقية لا نجد هناك إلا من كان هناك ناقلا لهذه الأخبار السيئة. أكو وشاية، أكو كلام ليس على حال ممدوحا، فيؤثر في النفوس ويؤثر في على حال في الجهات. أنا شو أقول؟ أقول لينمم من ينمم، خلينا نقول الكلام. بس الكلام إذا نقل ولم يسمع إليه ولم يتأثر به ينتهي، مو كذا ولا؟ بالتأكيد سيد. يعني اقطعوا دابر النميمة، قطعوا دابر النميمة. سواحد يقول خلينا نأدبه، خلينا نأدبه، خلي على حال نعاقبه، هذا إجراء، هذا إجراء. بس إجراء أسهل وأفضل أنه دعوه، دعوه وسوي مشاكل. مو تدري أنت يا أستاذ أبو فاطمة؟ نعم. تدري أنت أكو مشاكل تجي أنت تقول له أنت ليش الشكل تسوي وتتكلم عليه، وحجيب لك مشي عشائرية وتعال كذا، وأنتو أنت ليش أهنت أبنا؟ فأكو قضايا أغلق الباب. أحسنتم. أنت الأسهل لك والأريح لبالك أنه ما يقوله اعتبره شنو مولانا؟ اعتبره لا شيء، وكأنما ما حكى، وكأنما ما قال. أنت تريد تنظر لنظرة شزر، أو تريد تهينة، أو تريد تردعة، أو تريد تقول مثل هذا صاحبنا أنه لم يلقى الشيطان غيرك أو لإرسال هذه الرسالة، وغيرها من الأمور. هذه تقطع الدابر. أنا كان عندي مشكلة. نعم. أيام شبابي في الحوزة أكو واحد كان هيك الله
يذكره بالخير، إن شاء الله يذكره بالخير، ما أدري على قيد الحياة أو لا، كان كثير عندها الإشكالية. إحنا قررنا كطلبة أنه لا نستمع إليه، لا نستمع إليه. صدقوني إخواني أصدقائي شبابنا، صدقوني بعد فترة وجيزة هو أوتوماتيكيا توقف عن النبي، توقف شاف لا ماكو فائدة، ذولا جماعة ما يشترون البضاعة، يعرضها ماكو مشتري، فلما ماكو مشتري يصير كساد، وإذا صار كساد يعزل بعد هو كله لا. فإحنا لازم نخليهم على حال يعزلون. شلون يعزلون؟ بأن لا نستمع إليهم ولا نتأثر ونتمسك بالآية لا تطع، لا تطع، لا تسمع حكايته. بعضهم يقول أنا اللي قلته صحيح، أنا انقلت في شيء حقيقي مو كذب، يعني هو يتوقع أنه إذا كان حقيقي فهي طلع من إثمها يعني. أحسنتم، هذه أحسنتم، هذه في القضية. أقول له يقول سيدنا والله أنا جاء أتكلم حقيقة واقع، أنا ما كذبت. أقول نعم أنت لم تكذب، ولكن أنت نمام، نمام، أنت مغتاب. الغيبة أن تقول في أخيك ما فيه، الغيبة تقول الشيء اللي موجود ولكن ليس هناك. إذا كان كذب صار بهتان، اللي هو أسوأ بعد، ذاك افتراء بعد. من قال في أحد لم يكن أو قال ما لم يقع هذا مفتري كذاب. أما المغتاب لا، يقول شيئا موجودا. والله فلان بخيل، زين ليش تقول بخيل عنه؟ بابا مو صحيح، يتأذب. قال لك لا هو فعلا بخيل. والله سيدي أنا كذبت. لا ما كذبت حبيبي، أنت مغتاب. أحسنتم سيدنا، شكرا جزيلا على هذه الإشارات المهمة وهذا التدبر في هذه الآية المباركة. مشاهدنا الكريم، الآن بإمكانك أن تتصل وتشاركنا في حديثنا مع سماحة السيد رشيد الحسيني لطرح الأسئلة والإجابة على هذه التساؤلات من قبل ضيفنا الكريم، سواء كانت هذه الأسئلة من خلال اتصال هاتفي أو من خلال رسالة صوتية أو حتى من خلال رسالة مكتوبة عبر تطبيق المجيب. الاتصال من خلال الأرقام الظاهرة على الشاشة، وكذلك الرسائل الصوتية، أما الرسائل المكتوبة فهي على تطبيق المجيب. على بركة الله نبدأ معكم مشاهدنا الكريم في الإجابة على هذه التساؤلات. أول اتصال من الأخت الكريمة فاطمة. أختي تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أختي. تفضلي أختي. أختي فاطمة تفضلي. ممكن أحسوي يسمعكم السيد، تفضلي. نعم سيد، ممكن تحسبني بنت، تحسبني ما عشني عمان كله من الداية. بس علي صوتك حتى صوتك يكون واضح وسؤالك يكون واضح أختي. سيد تقدر تحسبني بنت؟ تفضلي بابا، تفضلي بابا، تفضلي. سيد أنا عمري استغفر الله، عمري 10 سنوات وزوجي أهلي. نعم تسمعني لو لا؟ نعم نعم. يعني زوجه والله ما اعترفت، يعني زوجه واحد ثاني يضرب فيا. يضرب؟ يضرب. نعم يعني صلي على النبي يا اختي فاطمه، حتى يصير سؤالك واضح لازم تكونين هادئه شويه، فارتاحي شويه وسولف ويانا بهدوء حتى نركز على كلامك ونكتب سؤالك بوضوح. زوجوك اهلك وعمرك 10 سنوات وزوجك كان يضربك دائما؟ نعم. دائما يضربك باللولي احمي، اذا شفت ما بقى على هذا الحاله انطلقك. نعم. سؤال، زعلت منهم؟ من زعلت منهم؟ فاهلي ضربوا بي، ما طلقوني، رجعوني وقالوا لي اذا عم طلقك انكتلك ومدتنك، ما عدنا احنا بنية نطلق، كنت متوزين هان الشيء مجاني، يعني ابقى دائما انتي قالوا اي ابقوا. قلت لهم شو شنو يعني اذا طلق عار؟ قالوا اي كلهم اتفقوا علي، عندي قال اللي يرفع علي السلاح وقال اكتلك، وابويا قال ادفنك، وامي قالت لي اطلع قارب يعني امشي الطريق مو زين ولا تجينا مطلقه. زين انا قلت لها شلون امشي الطريق مو زين؟ يعني مو هاي اللي علمتني عن السيده زينب عليها السلام؟ فانا صار تقريبا فتره، انا حاليا عمري 21 سنه، يعني تقريبا صار 11 سنه من متزوجه، وعندي طفل عمره 7 سنوات. فاريد النصيحه من عندك، انا حاليا قاطعه علاقه اهلي،
يعني شنو النصيحة اللي توجهها لي؟ الحلال حرام؟ أنا مستمتعة بس علاقتي بأهلي لو شنو يعني؟ لا زال الزوج موجود؟ زوجك موجود لحد الآن؟ إي موجود. طيب وأنت على بنته لحد الآن؟ إي على بنته، أنا زين الثانية الرابعة عنده وعلى بنته. زين، سؤال أختي الكريمة، المشكلة أساسها شنو؟ المشاكل المتكررة صار 10 سنوات أو 11 سنة ويا زوجك، شنو أساسها؟ أساسه هو مشكلتي دائما، هو شنو؟ مشكلتي يعني حتى مشكلتي. المشاكل أنا أعاني. نعم. كم سنة فرق بينك وبينه؟ من زوجين؟ إي لا، كم سنة بينك وبين زوجك؟ عمره شقد هو؟ عمره شقد أكثر من جدي تقريبا 9 سنوات أكثر. نعم. 9 سنوات أكبر منك. طيب طيب خير. يضربك بالمشكلة بسبب انه انت تردين عليه وتلاسنيه مرات؟ لا والله ما اعرف علي، يعني تعرف ما كل يضربني انا اكون اضحك وكل شهر ما اعرف انا ايه بالشايه. واضح واضح، صار 11 سنة على نفس الوتيرة، لا قلت ولا زادت، هي والله زادت يعني دائما لازم اكتب واكتب يمكن انا صار الحياة. شكرا على اتصالك اختي فاطمه، وربي يهدي بالك ويصفيكم ان شاء الله انت وزوجك، وتسمعين الاجابه من سماحه السيد بعد قليل بالنسبه لحضرتك وبالنسبه لاهلك اذا كان هناك توجيه ايضا من سماحه السيد ان شاء الله. تحياتنا لحضرتك. اتصال من الاخت الكريمه ام جنات، تفضلي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيد، انا عندي سؤال بالنسبه لكاميرات التصوير بالبيت. نعم. يعني احنا جاي نشوف كل شيء نشوف بيها ونسمع، شنو حكمها؟ ما فهمت، يعني كاميرات المراقبه اللي بالشارع لو شنو؟ اي اي لا بالبيت، احنا مالتنا خاصه لنا بيتنا. اي جاي نشوف ونسمع بيها، يعني كل شيء نشوف، هاي حرام علينا يعني شنو؟ انتوا وين نخليها؟ باماكن عامه لو وين نخليها؟ بالغرف لو وين نخليها كاميرا؟ لا لا لا، احنا مخليها على الشارع، يعني شارع حديقه على الشارع. انا اقصد لك فتسمعين حوار الناس اللي بالشارع وحديثهم صح؟ نسمع نسمع نسمع، مثلا طالعين نرجع التصوير صور وصوت نسمع. ان شاء الله تسمعين الاجابه. عندي سؤال اخر اختي ام جنات. الشغل. لا 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 الشغله يعني اي احسن من التلفزيون سيد. تحياتنا الأخت أم جنات وتسمع الإجابة إن شاء الله، شكرا جزيلا. عندنا اتصال من أبو علي، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم أستاذنا العزيز. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ العزيز، زوجته قامة والجرح جرح من أصبح بسيط. زوجتك يعني شنو؟ هذا الجرح عنده اشكال للصوم لو ما بيعيش. يعني انجرحت، هل في اشكال على صومه؟ واضح واضح. عندك سؤال اخر ابو علي؟ لا انا ما سالته. حياك الله يا اهلا وسهلا اخي الكريم، وتسمع الاجابه ان شاء الله بعد قليل من سماحه السيد على تساؤلك يا اخي يا ابو علي. نكمل وياك مشاهدنا الكريم، بامكانك الاتصال ايضا انت حضرتك وان تطرح سؤالك، سؤال في ذهنك، سؤال مؤجل من فتره، لأنه بصراحة أسوأ شيء إنسان يؤجل التعرف على أحكام دين الله تعالى بالذات بالأشياء اللي هو مبتلى بها. حيدر تفضل أخويا. سيدنا آمي تفضل. حيدر سيدنا اسمعني. نسمعك بوضوح، تفضل أخويا. سيدنا أنا عندي حالة نفسية. نعم. يعني وعندي علاج كافي الدكتور مستمر لي. نعم. يعني عندي خمولة بالدماغ، إذا ما أخذ العلاج يصير عندي شلون واحد عنده نسيان، شلون واحد يمشي بداية فكير. نعم. ودي برجع اتوقف فضح حدي. ايش قد عمرك؟ ايش قد عمرك حيدر؟ عمر 31 سنة، وانا هسا صايم من اكل العلاج رجعت تخربطت، وانا صايم صار لي 8 ايام. نعم. وعندي حباية بس واحدة اكون بالليل ابلعها الظهر. الظهر؟ الظهر بس حباية واحدة، ما اطول. هذه لازم الظهر ما تصير بالليل صح؟ لازم لازم تصير بالظهر. وإذا ما بلعت تتأذى؟ إذا ما بلعت الحباية شلون واحد يمشي بداية فكير ناس روحه، يعني حالة نفسية عندي من زمان. خير إن شاء الله، تسمع الإجابة إن شاء الله. عندك سؤال آخر حيدر؟ لا أشكرك. الله يمن عليك بالعافية إن شاء الله، شكرا لك على اتصالك. أختي زينب تفضلي. زينب أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل سؤالين سيد إذا ما في زحمة؟ رمضان كريم عليكم. حياكم الله يا أهلا وسهلا علينا وعليكم إن شاء الله، تفضلي. السؤال الأول.
السؤال انه انا مخطوبه واثناء الكلام قبل يومين مع خطيبي يعني حدث كلام بيناتنا، يعني هل حرام هو مخطوب الي رسميا؟ يعني عقد شرعي عاقدين؟ اي نعم. عقد شرعي مو عقد محكمه، عقد شرعي. لا لا بس محكمه. نعم واضح. وسؤال عندي انه اني نزل يعني الشهوه قبل صلاه الفجر اني سبحت، هل يعني افطر او لا؟ يعني يجب قضاء هذا اليوم او لا؟ واليوم كذلك بس اليوم سبحت قبل صلاه الظهر، يعني صلاه الصبح انا صليت عادي لكن بعد صلاه الفجر. بس عفوا بالنسبه للاولى قبل اذان الفجر تقصدين الاغتسال كان؟ اي نعم. والثاني شنو؟ غسل واجب السيد يسال؟ نعم غسل واجب. طيب. وغسلت انا قبل صلاه الفجر غسلت. جيد. والاغتسال الثاني بيا وقت قلتي؟ بعد صلاه الفجر. عفوا هذا غسل شنو؟ جنابه شنو؟ غسل جنابه؟ لا انه انا نزلت الشقه غسلت يعني قبل صلاه قبل صلاه الظهر. نوع الغسل غسل شنو؟ يعني غسلت مثل غسول العاده الشهريه. واضح. تمام تسمعين الإجابة إن شاء الله أختي زينب. تحياتنا لحضرتك وشكرا جزيلا على اتصالك. شكرا للأخت الكريمة زينب. عندنا اتصال من هيثم، تفضل يا هيثم. ألو هيثم، فقدنا اتصال هيثم. تحياتنا إلى عودة الاتصال إن شاء الله مرة ثانية ونسمع سؤاله كاملا إن شاء الله تعالى. متواصلين باستقبال هذه الاتصالات والأسئلة الواردة عبر هذه الاتصالات والواردة أيضا عبر الرسائل الصوتية من الإخوة والأخوات. والآن عندنا اتصال لو عندنا رسالة صوتية. كرار تفضل يا كرار. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك زين؟ حياك الله يا أهلا وسهلا أخي. رمضان كريم عليكم. علينا وعليكم إن شاء الله، الله يحفظكم. الله يسلمك شيخنا كرار. الله يسلمك السيد يسمعك. هلا حبيت اسلم عليك شيخنا. الله يبارك فيك ابني، الله يحفظك ان شاء الله. اخي بخير على استسلام، الله يحفظكم. موفق ان شاء الله حبيبي. ما عندك سؤال يعني كرار؟ لا لا ما عندي سؤال، حبيت اتكلم عن شيخنا. زين انا اريد اسالك سؤال تسمح لي؟ اي جواب. تعرف معنى اسمك شنو كرار؟ اكيد. ايه شنو معناه؟ حيدر الكرار. امير المؤمنين سلام الله عليه، تدري ليش لقبوه بالكرار؟ ليش؟ لانه مقدام، لانه يكر على العدو بالمعارك، لانه لا يتراجع ولا يتقهقر. مبادر. ومبادر دائما. ان شاء الله انت ما تتراجع. ان شاء الله تعالى، شكرا لك على اتصالك كرار. تحياتي لك وموفق ان شاء الله. اتصل حتى يسلم على حضرتك سيدنا ويطلب دعائكم. الله يحفظه ان شاء الله تعالى. اذا متواصلين، عندنا اتصال من منو؟ رسالة صوتية، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام. سيدنا العزيز، أنا أطلب صيام، صيام وصلاة عدة سنوات، من حسبتها أنه أنا من سن الرشد أو سن الثالث متوسط إلى أن بديت أصلي وأصوم، حسبتها 6 سنوات، كملت الصلاة القضاء، صمت 2 شهر لحد الآن، بقن علي 4 أشهر صيام. ما أعرف إيش قد الكفارة علي، كفارة هذا الصيام عن اليوم الواحد، علما أنه أنا مو من ال يعني شو أقول، شلون مثلا جاهل بالحكم أو فرق شيء، أنا كنت شاب صغير والمجتمع المحيط بي الشباب ما كانوا يصومون أو يصلون، الوالد الله يرحمه كان هو الوحيد بالمنطقة هو اللي يصوم ويصلي، وبعدين الحمد لله والشكر أنا حاليا أصوم وأصلي والأمور ماشية، بس بقت هاي الكفارة إيش قد عن كل يوم أدفع وشكرا. شكرا للأخ الكريم السائل، الله يوفق إن شاء الله في الانتظام بالعبادات ويوفقنا أيضا إن شاء الله. أبو محمد تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم عليكم أخوي. علينا وعليك، الله يحفظك إن شاء الله. الله يحفظك أخوي. أنا أداوم بالبصرة عسكري. نعم. يعني صار لي 15 سنة. نعم.
دوام وسبعة الدهلي وسبعة بالدوام، يعني نظام بديل. نعم. وإحنا كل سنة هاي نعاني من عندها بالرمضان، يعني ناس يقول لك عليك إفطار، ناس يقول لك عليك يعني تصلي تمام وصوم تمام، يعني أريد جواب صريح وواضح من سماحة السيد. تمام. ماشي. إذا سمعت هذا السؤال عفوا هذا الجواب راح تكون مطمئن، وهاي هي بعد إن شاء الله. تمام. إي والله، لأن هاي والله صار 15 سنة كل سنة إحنا نفس السؤال. لا إن شاء الله. والأجوبة متفاوتة، يعني الأجوبة مو تسمع الجواب إن شاء الله أخي أبو محمد. إن شاء الله. والله يوفقك ويوفق كل إخوتنا الكرام حماة الوطن، الناس المرابطين للدفاع عن هذا البلد ومقدساته ومقدراته، والله يحفظهم هذا الوقت اللي بارك إحنا. الله. شكرا لك أبو محمد. الوقت اللي احنا نفطر ببيوتنا ومرتاحين وبنص عوائلنا هم على السواتر، ومنهم من يصوم بسبب ايام دوامه وهو بنص هذه الاجواء، فالله يعينهم وينصرهم ويحفظهم ان شاء الله جميعا، اللهم امين. رساله صوتيه تفضلوا. السلام عليكم سيد مولانا ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. احد الاخوان يسال على مود كفاره المتعمد يوم واحد، يقول لا اقدر اصوم شهرين ولا اقدر، يعني اعرف وين الطزي 60 مسكين طعمهم وين القاهم، ما اعرف شلون يصير ينطي فلوس مثلا. زين اذا ينطي فلوس ينطي الشخص واحد، ينطي يعني عده اشخاص، او يسوق يعني بهاي ال 25 او بهذا المبلغ مال الفلوس يسوق لاي عائله يعني تستحق؟ ممكن تفاصيل هاي المساله جزاكم الله الف خير. شكرا جزيلا للأخت الكريمة صاحبة الرسالة. عندنا اتصال من أم مريم. أخت الكريمة تفضلي. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد بس أريد استشارة منك. تفضلي اسمعك. الزوجة هي ما مقصرة ويا زوجها بالبيت وبالبنات وبالتدريس، والزوج ما يعاملها معاملة طيبة لمدة 12 سنة، وكل مرة تصير مشكلة وتوصل للأهل، الأهل يدخلون ويقولون مرقي بنية تطلق. نعم. وهو لا صلاة ولا صيام، الحال شلون؟ ولا صلاة ولا صيام شنو؟ ما الزوج ما ملتزم؟ الزوج ما ملتزم؟ نعم. زين أختي الكريمة قلتي ما يعاملها معاملة طيبة، ممكن بشكل مختصر توضحي لنا شنو يعني ما يعاملها معاملة طيبة؟ يعني بهاي أمور هو ما بهاي مباجبات. نعم. إن شاء الله تسمعين الإجابة أختي أم مريم، والله يعينكم إن شاء الله ويصفيكم ويسعد هذا البيت ويذهب عنا كل هم وغم إن شاء الله تعالى. تحياتنا للأخت الكريمة أم مريم وأعانها الله. ظاهر الكثير من بيوتاتنا سيدنا في مجتمعاتنا بشكل عام تعاني من هذه الأزمات والمشاكل. بلي طبيعي، يعني كل مجتمع فيه الشكل، ولكن الأسباب شنو؟ نعم. والحلول إيش الآن؟ مشكلة واقعة، ما هي الأسباب حتى نتجنبها في المستقبل، وما هي الحلول اللي يمكن أنه نتبعها؟ إن شاء الله نسمع هذه الإشارات من حضرتك بعد قليل. عندنا اتصال من الأخت الكريمة حوراء، تفضلي. السلام عليكم سيد. عليكم السلام ورحمة الله. سيد بس سؤال. نعم. سيد أنا مرة مؤمنة وخير من الله. نعم. بس زوجي يعني حيل مو زين وياي، ودائما يعني راس البنات في الليل وأشوفه يقول ها مو حرام الحين السلة، عسكري هو. نعم. إنزين حرام حلال، وهو يصايم مصلي. ودائما اقول له انا خاب، انا يعني متابع برنامج كندي وامنيتي اخابرك، يعني امنيتي والله. زين الان السيد ان شاء الله تحققت الامنيه وطرحت السؤال، الان زوجك راح يسمع الاجابه لو لا؟ اي انا هسه متابعتك على التلفزيون، حتى قاعد حتى اصور بالمكالمه. جيد، صور الاجابه ان شاء الله بعد قليل راح تكون. ايش قد يغيب عنك؟ اي والله يعني مروتك سيد. لحظه يعني اختي حوراء. حوراء اختي، السيد يسال يقول ايش قد يغيب عن البيت بالعمل؟ جيت يعني بالدوام ايه يبقى 15 يوم ونهاية يجي 7 ايام بالبيت. وانت 15 يوم محافظ على البيت وعلى الاولاد؟ الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر، انا مره مؤمنه وصايمه ومصليه وكلين عندي الحمد لله. الله يحفظك ان شاء الله يوفقك ان شاء الله. تسمعين الجواب وتسمعين لي. اي والله يعني امنيتي بس احكي ويا السيد هاي من زمان، ودائما اقول له يعني اخاف على ديننا اخاف على رزقنا.
أرض العالم مو هين. أحسنتي أحسنتي، بارك الله بيك، موفق إن شاء الله، وشكرا على الاتصال وطرح هذا السؤال المهم، لأن كثير من الناس يتهاونون بهذه المسألة يعني. تحياتنا للأخت حوراء. أبو مريم أخي الكريم تفضل آخر اتصال. السلام عليكم. أي نعم إن شاء الله، أو اتصال واحد بعد سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يوفقك. حياك الله عزيزي. أنا طبعا أنا أحسدك على وجودك ويا السيد رشيد الحسيني. أشكرك إن شاء الله تغبطني ما تحسدني حتى ما تروح من عندي هذه البركة يعني. يعني بلغ سلامي للسيد. يسمعك السيد احتياب بشكل مباشر. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم سيد مرعبين. عليكم السلام، بارك الله بكم، حياكم الله. سيدنا والله أنت أعز من روح عندي. استغفر الله منها، بارك الله بكم، أشكركم. وأتمنى منك طلب خير. نعم. تدعي لي بالعافية في الدنيا والآخرة. الله يسهل أمرك ويريح بالك إن شاء الله تعالى ويعطيك العافية. وأنا أشكر جهودك اللي جاي تنور الناس وتحل مشاكلهم وتعلمهم على فقه النبي صلى الله عليه وآله. الله يبارك فيكم، الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله تعالى. الله يتقبل منك، يرحم والديك دنيا وآخرة. والديك إن شاء الله. تفضل سؤالك حبيبي. عندك سؤال؟ حبيت أتكلم مع السيدة. حياك الله حبيبي، الله يبارك فيكم. شكرا لك أبو مريم، والله يتقبل أعمالك إن شاء الله. تحياتي لحضرتك. يعني اتصال رقم 11 كان، أو يعني السؤال رقم 11 أو المشاركة رقم 11 من الأخ الكريم أبو مريم. نأخذ مشاركة أخيرة وبعدها نتحول للإجابة على الأسئلة. رسالة صوتية نعم نسمعها. السلام عليكم سيد. أنا شوية رجلي وتعبانة، من أصير زيانة أصلي بالقاع، بس من ما أصير شوية ما أقدر قلبي ينقطع ورجلي توجعني أصلي على الخشبة، هذا هم جائز لي يعني، أقدر أنا أمشي، أقدر أمشي، أقدر يعني أقعد، بس الصلاة ينقطع قلبي ورجلي كلش توجعني بالشديد القوي، الله صلى على الخشبة. هاي صلاتي شلونها أعيدها أقضيها لو عدلي؟ تحياتنا للأخت الكريمة، وتسمعين الإجابة إن شاء الله من سماحة السيد. الآن شكرا لكل من اتصل وشارك وطرح سؤال، والآن وصلنا إلى مرحلة الإجابة على هذه الأسئلة. سيدنا الكريم، السؤال الأول كان من الأخت فاطمة اللي هي كانت يعني صوتها يتخلل البكاء بسبب معاناة اللي تعيشها، 10 سنوات عمرها، تزوجت زوجها على امتداد هذه 10 سنوات أو 11 عاما يضربها دائما، تقول أزعل عند أهلي يرجعوني يقولون ما عندنا بنية تطلق، ترى نقتلك وهددوني بالقتل أكثر من مرة، وعمرها حاليا 21 سنة وعدها طفل. في واقع الحال مولانا الكريم، المشكلة الحقيقية هي في الوعي المجتمعي، يعني مجتمع فيما يرتبط بالتزويج، ما يرتبط بحقوق الزوجة، بواجبات الزوجة، حقوق الزوج وواجبات الزوج. هذا النظام، نظام الحقوق والواجبات، ماكو رؤية، يعني ماكو معلومة. يتصوروا أنه إحنا نزوج بنتنا حتى ذاك على حال يرتاح، وهي هاي يعني مسألة فقط الجنسية والغريزية. ما عندهم تصور على أن باب الحياة الزوجية ليست فقط فراش، حياة الزوجية فيها نوع من المسؤولية الطرفينية صح التعبير. نعم. في تأسيس أسرة اللي هي نواة مجتمع، تدرون يعرف المجتمع بأنه ماذا؟ بأنه متكون من أسر، والأسرة هي نواة المجتمع. أنا جاي يعني لما أزوج بنتي لواحد وأزوج ابني من شخص، من بنت، أنا كأنما جاء أبذر بذرة في الأرض. نعم. هاي البذرة اللي أبذرها شتي تطلع؟ تطلع النخلة، تطلع شجرة مثمرة، أو يطلع حسب تعبيرنا عاقور، ويطلع أشواك مؤذية. شنو اللي يطلع؟ أنا لابد أفكر أن هذه البذرة كيف أبذرها. والله هذا ابن عمي، خلص ابن عمي، فابن عمك انتهى ونهى عليك، والنهوة تعرفون النهوة العشائرية وسيئاتها. أو أنه هذا ابن أختي، والأم تصر أنه ابن أختي، ما دام ابن أختي لازم تقبلني به. نحن لا نفكر في مصلحة أولادنا وبناتنا بنحو صحيح وبشكل صحيح. بعد ذلك نأتي ونزوجها وهي صغيرة السن بهذا المعنى. أنا لست يعني، لا يصير تفسير أن السيد يعارض تزويج المبكر، لا، أنا مع تزويج المبكر ولكن بوعي، تزويج مبكر وبرؤية، يكون حتى يعني الزوجة والزوج عندهم وعي، بل أنه يعرفون ويدرسيهم ويأخذون دورة يفهمهم هذه وعي. أنا أرجو الأخوات الكريمات، حتى المخطوبات الآن، أكو واحدة الآن قالت أنا مخطوبة، عندي أيضا كلام معاها،
بابا الآن طالعي كتب أو مقالات أو قضايا المواقع الشرعية، أنه شنو اللي مسؤوليتك الآن أنت مع زوجك وشنو اللي الواجب عليكم. مشكلة عدم الوعي هذه آثار على أنه بنية أمها تقول لها روحي انحرفي ولا تنطلقين. أدري إذا كان الطلاق هل قد قبيح، إذا كان الطلاق هل قد موزين، الله ما خلاه حلال، لم يحله الله. الله لا يحلل القبيح، الله من يجعل شيء حلال يعني مو قبيح. نعم هو آخر الحلول، أكو مشاكل نحاول نحلها كذا، يدخلون كبار صغار، ما صار آخر الدواء الكي، أنا إيدي ما جاء خلينا مرهم ما صار، خلينا دواء ما صار، جيب الكوي وكويها خلاص آخر الدواء الكي، يعني آخر حل الطلاق. أما أنه أنت روحي فسدي ولا تطلقي، أنا أستبعد أمها تقول لها الشكل، ولكن عموما أكو مشكلة حقيقية في وعي الناس. أنا أقول شو أسوي، شو اللي يسوي بابا؟ أنت بريئة كما تقولي 10 سنوات، أنت بريئة، وأيد أقول كلمة أخاف يعني تستغل استغلالها. احنا سيدنا بلحاظ اسمعنا من طرف واحد يعني. احسنتم، انا الكلمه اللي اقولها انه اخواني اخواتي، هاي قضيه شرعيه، جاء بين قضيه شرعيه ان الزواج بين زوج وزوجه، بين زوج وزوجه، الزوجه اذا كانت باكر يعني ما من الزوجه سابقا وعليه حال لأول مرة تتزوج باكر، هذه الباكر لابد برضا والدها، من بيده عقدة النكاح، عقدة النكاح يعني ولاية الزوجية بيد والدها، بس والدها لا أعمامها ولا أخوانها ولا خالها ولا أولاد عمها، بس الوالد والجد يعني أبو الأب بس، حتى أمها ما لها ولاية ولا جدها أبو أمها ناحية شرعية. أتكلم ولايتها زائد موافقتها سيدنا. بل أحسنتم، فالأب لازم يوافق، ولكن موافقة الأب فقط ما تكفي، لابد من موافقتها، يعني هي وأبوها موافقين. أما إذا الأب يريد والبنت ما تريد، هذا الزواج باطل، هذا الزواج باطل. يعني البنية تقول أنا سيدنا بالضرب أخذ من عندي كلمة نعم وأنا ما راضية، كما اتصلوا علي أنا كثير تجيني مسائل. نعم. قالت الآن 7 سنوات أنا متزوجة، أنا في غرفة وزوجي في غرفة، وما راضي أصلاً، يعني ما موافقة تعيش وياه. نعم. زين، هذا أصلاً مو زواج، هذا أصلاً باطل. فهي البنت الصغيرة ما أريد أقول لها الآن، أنا لا أفتح باب أنه أنت في واقع الحال أو كل المؤمنين لابد أن يلاحظوا أن رضا البنت شرط، رضا البنت شرط، وهي 10 سنوات تفتهمية. قالوا لي يا أبا هذا زوج وكذا ولطيف وحلو وما أدري شنو، هي ما تفتهم، يعني عدم الفهم هذا مشكلة عويصة كما ذكرت. فليس لك إلا الصبر، ليس لك إلا الصبر، وإذا شفت لا ما يمكن أن علي حال تتحملين، ترفعين أمرك إلى الحاكم الشرعي، إلى مكتب المرجع اللي أنت تقلدينه، وتقولي له أنا أريد طلاق، أنا متأذية. هو بعد يتصلون عليه، يتكلموا معاه، ينصحوه كذا، بعد إجراءات حاكم الشرع. أحسنتم سيدنا. الأخت أم جنات، شوية نطلع من جو الضغط. الأخت أم جنات عندهم كاميرات مراقبة على الشارع، فتقول مرات نستأنس بحديث الناس المارين ونسمع صوتهم، هذا بيه إشكال شرعي؟ إشكال شرعي ما أكو، ولكن هل صفة حلوة يعني؟ نعم. سؤال لكم، صفة حلوة؟ أن واحد يشوف شنو قالين الناس شنو كذا، يعني شوية مو حلوة، يعني شوية بهالمعنى كلش مو حلوة. نعم. أن واحد ما عنده شغل عمل يجي يرجع الكاميرات يشوف منو مر وشنو قال وشنو كذا، مو صفة لطيف، مو حرام. نعم. ليش مو حرام سيد؟ لأنه الشيء اللي بالمجتمع جاي يقع، يعني إذا كان واحد يساسر واحد وأنا أجي، هذا تجسس مو زين. أما إذا هم يمشوا بالشارع ويحجون والسماعة والكاميرا تلتقط، يعني ليست قضايا سرية، هم يتكلمون بصوت عالي وجهور يعني، فهنا على حال لا إشكال في ذلك، ولكن ليست صفة حميدة. أحسنتم سيدنا. الأخ أبو علي يقول زوجتي صائمة وانجرحت، يأثر على الصوم؟ لا، خروج الدم من الجسد سواء من الأنف أو من الجروح أو كذا، هذا ما يأثر في الصوم،
نعم أكو قضية دم بالنسبة للنساء، ذاك دم خاص اللي عليه حال حكم خاص، أما الجروح والقروح وما إلى ذلك هذا لا يضر بالصوم. حيدر يقول عندي حالة نفسية وخمول بالدماغ ولازم أخذ علاج الظهر وإلا يعني ما أقدر، ويقول أتأذيت بالصوم أتأذى يعني. إحنا في واقع الحال نجيب على ما قاله الأخ حيدر، نقول له بابا إذا واقع الحال تقول أنه إذا ما أشرب هالحباية أنا حسب تعبيرنا أصير في حالة أخرى وأحس بأذية، إذا كانت أذية كبيرة ويعني أنت تشوف نفسك متضرر كثيرا أنت مسموح لك أن تفطر ويقضي في وقت لاحق، ويقضي إذا الله سبحانه وتعالى سهل أمره وانقطع عن الحبوب. أما أنه أنت تقول لا أنا أقدر أتحمل خمول خلي رأسه وأنام مثلا، هذا بعد أنت وربك يعني قضية أنت قيمها. مع يعني عدم قدرته على القضاء إيش قد ينطي سيدنا كفارة؟ إذا ما يقدر يقضي لأن الدواء مثلا الدواء دائما طول السنة عن كل يوم 3/4 الكيلو طحين. الأخت زينب تقول أنا مخطوبة وكلامي مع خطيبي بإشكال شرعي أو لا، علما أنهما ما عقدين شرعيا لحد الآن. أنا أرجو الأخت الكريمة وجميع الأخوة الشباب شوفون هذا الباركود الموجود على الشاشة. نعم. شوفوا هذا على اليمين من هنا هذا الشباك، هذا خلوا كاميرتكم ونزلوا هذا التطبيق، تطبيق المجيب في الواقع إنصافا إنصافا يخلصكم من كثير من المشاكل، خصوصا الآن بنات مخطوبات شنو حدود الخطوبة، شنو اللي أحكي وياه، شنو اللي أنا يجوز دي يقدر علي حال نطلع مع بعض كذا، هذا كلها يمكن أنت بسؤال تسألينه تقولي يا أبي مثلا حدود الخطيب أو هل يجوز لي أن أتكلم مع خطيبي، راح تجيك أسئلة كثيرة في هذا المجال وتخليك على وعي. وأنا أرجوكم يعني كونوا لأنفسكم ثقافة واسعة للحياة الزوجية. الخطيب ليس زوجا، الخطيب هو في الواقع تقدم إليك وأهلك قبلوا بذلك ورحت سويت شنو عقد محكم، عقد محكم يعني رسميا أنتم زوجين، ولكن شرعا إلى الآن ما صارت الصيغة الشرعية. فأنا راح أبين الشيء اللي سويه وهو أنه عقده عقد شرعي أنت وزوجك. يقول سيدي مو أهلي كذا، لا مؤقتا عقده حتى تقدرون تتكلمون وتتسامرون وتتفاكهون وعليها الحكي فيه إثارة، فعقدي قولي له أنه كذا لأن والدك يقبل، والدك يقبلون يعني أصل المشروع هو مشروع مقبول، يعني مو أنه والدك ما راضي. من باب الحلية الشرعية عقده عقد، قولي للأم يقول لوالدك بابا من باب المحرمية، السيد يقول باب المحرمية حتى أنا أقدر أسولف أقدر أتكلم، مو أنه يجي البيت لا يتكلم كذا، فسو عقد شرعي ولو سري يعني مو إلا سيدنا. ليش يعني ما يصير في التوجيه اجتماعي من جنابكم بل للأسر أنه لا تكون آخر خطوة هي خطوة العقد الشرعي؟ أحسنتم يعني. آخر خطوة ليش يعني أول خطوة حتى أولادنا يأخذون راحتهم. نعم. إذا يشوفها يسامر وياها يتكلم معاها يسر معاها على أي حال. الاغتسال الواجب قبل صلاة الفجر مرة والاغتسال الواجب بعد أذان الفجر مرة ثانية. القضية ما كانت واضحة، الأخت على حال تقول أنا أغتسل قبل صلاة، إذا غسل الحيض غسل الدورة الشهرية طبعا قبل صلاة الفجر يعني قبل طلوع الفجر لازم تغتسلين، قبل طلوع الفجر يعني قبل ما يأذن أنت لازم تغتسلين، وإذا كنت طهرت يعني انقطع الدم. تقول لا سيدنا استمر الدم وأنا بعدني كذا ولكن العصر انقطع الدم، العصر هل يجب علي أن أركض إلى الحمام؟ لا، ولكن عليك أن تكوني طاهرة ومغتسلة غسل الحيض إذا طلع الفجر. واضح بابا؟ قبل طلوع الفجر أن تغتسل المرأة الغسل الواجب. هل يجب علي أن أمنع نفسي من الحيض؟ لا واجب، خل علي حال عادة تنزل وأنت معذورة من الصوم. رسالة صوتية كانت من أحد الأخوة، مطلوب صيام وصلاة من سن الرشد إلى بعدين انتظم، يقول 6 سنوات كملت الصلاة الحمد لله، صمت 2 شهر بقن 4، ما هي الكفارة عن كل يوم صيام؟ في واقع الحال كل يوم كيس طحين،
كل يوم كيس. الآن المجتمع كان يعني مو كلش مشجع إيه على للأسف يعني عايشين في مجتمع ما ملتزم. وأريد أعلق يعني أكو شيء ولو نص دقيقة تعليق. شوف أخ مرتضى شكيت كان الوضع مزري أيام النظام السابق. يعني ماكو وعي ديني ماكو. لا تشوف الحملة الإيمانية سواها آخر سنين، لا لا لا، قبل هاي الحملة الإيمانية وما أدري إيش، لا قبل ماكو واحد يقرأ كتاب ديني، ماكو واحد يشوف رجل دين، ماكو درس دين. يعني أحد الأخوة الله يذكره بالخير من السماوة يقول سيدنا إحنا في الجامعة يعني إذا ما تشرب الخمر عيب عيب عيب، يعني الخمر لازم نشرب أي بالثمانينات، ولازم عندك صديقة، إذا ما عندك صديقة أنت معقد. أنت حسب تعبيره يقول كان يعتبرون أنت خميني، يعني أنت عليه حال متدين أيام حرب كان. فشوفوا في الواقع كان عملية انحلال انحلال أخلاقي وديني ومنع الناس من التدين. عائلة تقول سيدنا إحنا ما ندري أصلا صوم وصلاة، وين عايشين إحنا؟ عراق هذا عراق المقدسات. فشوف النظام ايش قد كان في واقع الحال قاسي في الحاله التوجه الديني للناس عليها. طيب الاخ الكريم عن كل يوم شيء صحيح، فست سنوات في 30 180 كيس. تقول سيدنا شلون هذه؟ شويه شويه يعني شيئا فشيئا، 10 كياس الان 10 كياس بعد فت سنه هكذا، واكتب في الوصيه علي قضاء علي كفاره كذا. وهذه شلون انا اوزعها؟ تقدر تعطيها للوكيل او توديها للمكتب المرجع تقول يا ابا هذه كفاره سنه كامله يعني 30 كيس طحين. هم يعرفون وهو يقدر يوزعها هو نفسه، يقدر توزعها بل تقدر تروح الى الفقراء المساكين توزعها ما في مشكله. ابو محمد يقول 15 سنه صار لي عسكري 7 ب7 عدد الالتحاق والسفر. شوفوا من كان 7 أيام في محل عمله و7 أيام في بيته فهذا في الواقع طول السنة طول الشهر عنده 14 يوم بعيد عن بيته. نعم 14 يوم بعيد عن بيته و14 يوم هو شنو في بيته. هؤلاء سمحت سيدي أقول كثيري سفر. نعم هؤلاء كثيري سفر، يعني هذا وين ما يروح لازم يصلي تمام ويصوم. واضح حبيبي؟ ان شاء الله صار الجواب واضح عند الاخ ابو محمد اللي يقول احنا صار لنا سنوات يعني نعاني من ما يخالف بس نفس المكان اللي هو يجي يشتغله يعني هو اللي بيه ذاك هو مقره ولكن يصدق عليه كثير سفر. احسنتم سيدنا. كفاره المتعمد يوم واحد لا يقدر يصوم شهرين ولا يعرف يطعم 60 مسكين فيصير ينطي فلوس لشخص واحد مثلا، هذا سؤال احمد. حجيه اختي الكريمه السائله كانت امراه تقول هذا هالشكل متحير، لا يتحير يعني هو كيس طحين كيس طحين قيمة تشقيت 50,000 أقل أكثر يطيل الوكيل المرجع أو هو يروح يطيل مثلا معتمد أو يقول يا أبا هذه كفارة إطعام هو يروح يوزعها أما أنت توزعيها شوية صعبة، يعني شلون تقسميها كل واحد 750 غرام و10 نفرات 7.5 كيلوات، يعني شوية صعوبة بس تطيل الوكيل فلوس ما يصير تنطي. لا لا فلوس ما يصير. أم مريم تقول تقريبا نفس مشكلة الأخت الأولى، الزوجة ما مقصرة مع زوجها والزوج ما يعاملها بطريقة طيبة والأهل يعني يدخلون والزوج ما ملتزم وكانت يعني حالة مأساوية مصيبة بصراحة يعني. أي نفس الكلام أنه أختي الكريمة المشاكل العائلية كثيرة ويرجع ترجع المشاكل العائلية لأحد الطرفين أو لكل الطرفين، لو الزوج مو خوش آدمي والزوجة آدمية، لو بالعكس لو اثنيناتهم هم مشاكسين أو اثنينهم طيبين والشيطان يدخل من راسه هو عليه حال. فأقول أنتوا يا أختي في واقع الحال الآن الفاس وقع بالرأس، أنت زوجة وعندك عليه حال أطفال والزوج غير ملتزم لا يصلي ولا يصوم، فأنت إذا تقدرين تتحملين الحياة معه فاصبري وما صبرك إلا بالله. وإذا ما تقدرين تقول سيدنا أنا جاء أطلع عن الطريق وهذا ما أطيقه أصلا، أرفعي أمرك للحاكم الشرعي، أرفعي أمرك للحاكم الشرعي، روحي مكتب المرجع اتصلي على الوكيل قولي أنا عندي مشكلة أريد أطلق وتطلب الزوجة الطلاق، والحاكم الشرعي يشوف شنو مداخلات القضايا، إذا شاف إلها حق فيجبر الزوج أن يطلقها، وإذا ما قبل الزوج الحاكم هو يطلقها
إذا شاف طبعا غيابيا يعني لا لا بتحقيق يعني نعم. مكتب المرجع يحقق مو هالشكل يعني. ولكن عموما أختي الكريمة مشكلة الناس الآن مشكلة الشباب ومع أنهم متزوجين هي العلاقات التعبانة، السوشيال ميديا، المواقع الإباحية، هاي كلها أثرت في أخلاقيات وسلوكيات كثير من الرجال. يعني هذا أيضا الموضوع يسحبنا إلى سؤال الأخت حوراء واللي هو زوجها راح يشوف هذه الإجابة. سيدنا تقول زوجي مو زين وياي وعنده يعني حديث عبر الإنترنت مع الكثير من النساء، ويقول لي هذا مو حرام احنا قاعد نتسلى، فهو راح يشوفك الآن سيدنا. وانت سألتها قلت لها كم يوم يظل يمك وكم يوم يروح؟ 15 يوم. ليش سألتها؟ نعم سيدنا. ليش سألتها؟ تدري ليش سألتها؟ انا ادري بس خلي المشاهد يدري سيدنا. سألتها ايد اقول له، ايد اقول له يا ابني شو اسمه، هو ما اعرف ابو ايش، شوف ابني انت 15 يوم تترك البيت، هاي زوجتك لو ما كانت خوش آدمية، لو ما كانت إنسانة نزيهة وحبابة ومتدينة، لباعتك بأبخس الأثمان. أنا تجيني قلت عشرات المسائل والرسائل، 15 يوم أنت عايف وهي شابة وبنية، لو مو مؤدبة، لو مو حبابة، لو مو متدينة وتخاف الله وتحفظك، تحفظك بغيابك، كان راحت وسوت قضايا وأنت نايم. أنت نايم، أشكر الله امرأة تحفظك في غيبتك، امرأة تحافظك، تحافظ على أولادك وبيتك وشرفها، ليش أنت تصير إنسان غير شكور وغير ممتن وتروح إلى قضايا وأمامها؟ نعم أمامها بصلافة، بصلافة بأمامها، وتقوم تسوي قضايا وتقول مو حرام. شلون مو حرام؟ تقبل واحد مع أختك يراسل ويتغازل؟ تقبل؟ إذا ما تقبلها على أختك شلون تقبلها على بنات الناس؟ اتق الله يا ابني، الله مطيك رزق، مطيك راتب، مطيك امرأة صالحة، اتقي الله. لا تختر ذول أخو أصدقائك وزملائك هناك بالما أدري بالمقار بالكذا، ترى انزلاق الآخرين ما يبرر أن تنزلق أنت. دير بالك ابني، ارجع إلى الله سبحانه وتعالى، وحافظ على شرف أهلك وعلى سمعتك وعلى أولادك، واتقي الله فالموت عليه حال قريب. أحسنتم سيدنا. رسالة صوتية، امرأة كبيرة سن حسب الظاهر من صوتها تقول رجلي ما أقدر أصلي إلا على الخشبة، في حين أنا أقدر أمشي بس لما أصلي أحس عندي إجهاد يعني. نعم إحنا أنا أمشي ولكن عندي في السجود مشكلة. نعم عندي سوافان قوي. الله ففي السجود مشكلة، فنقول له أنت واقفة حجية، كبري وأنت واقفة، اقري وأنت واقفة، اركعي من قيام عند السجود، اقعدي على الكرسي وسجدي وقومي مرة أخرى. يعني فقط في السجود تقعدين على الكرسي، أما بقية أعمال الصلاة وأنت شنو واقفة. أحسنتم. الأخ أبو مريم طلب أن تدعو له بالعافية، عافية الدنيا والآخرة. اللهم بحق محمد وآل محمد، بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبالسر المستودع فيها، يا الله وفق جناب الأخ وجميع من سألني الدعاء، كل المؤمنين يطلبون دعاء، اللهم وفقهم لما تحب وترضاه، أبعد عنهم الشيطان، ارزقهم رزق واسع، من ليس له أولاد وذرية اللهم ارزقه الذرية الصالحة، عافهم واعف عنهم واقض ديونهم وأرح بالهم ومكنهم من تربية أولادهم تربية صالحة، وعجل في ظهور إمام زماننا، اللهم آمين، واجعلنا من أنصاره وأعوان. ليلة الجمعة أخواني لا تنسون من الدعاء. سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، عميق الامتنان والشكر لحضرتك، شكرا جزيلا سيدنا على هذه الإجابات. سلمكم الله، بارك الله، حياكم الله. شكر موصول لكم أيضا مشاهدنا الكريم، لنا لقاء إن شاء الله، شكرا، في رعاية الله وحفظه.